بعد المنح الذي أخذته ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، بات من الضروري اتخاذ إجراءات عملية لحماية أبنائنا من هذه الظاهرة. ضمن هذا السياق يأتي مشروع جهاز الإنذار والتبليغ عن حالات اختطاف الأطفال. فما هو هذا المشروع وما هي الإضافة التي سيقدمها، خاصة في ظل وجود الخطين الأخضرين لكل من جهازي الدرك والأمن الوطنيين؟ للإجابة على هذا التساؤل اتصلت وكالة الأنباء الجزائرية بكل من الأمن والدرك الوطنيين، إضافة إلى بعض الفاعلين من المجتمع المدني. هو مشروع من بين يعني التوصيات نتاع السيد الوزير الأول، وهناك فوج عمل على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، متعدد القطاعات، متعدد التخصصات، وبالتالي هناك عدة آليات ستتخذ من أجل حماية أطفالنا، ومنها هذا المشروع تاع لاليرت سيستم دالرت انليفمون. لحد الآن الخطوط اللي راها موجودة كلها مبنية على مقاربة اجتماعية بالدرجة الأولى، يعني تلقى كل القضايا وكل الحالات. الآن راح نتخصص كمان الفرق اللي راح تشتغل، مثلا فرق الأحداث الخاصة بالدرك ولا بالأمن، راح يزيد يتم بناء قدراتهم أكثر ويتخصصوا في هذا الأكثر. كذلك راح يولي عندنا أن في شيء ناسيونال فيما يخص هذ المجرمين اللي يشتغلوا في قضية الانتهاكات الجنسية والاختطاف. ارتباط هذا الجهاز بشكل كبير بالمواطن وبثقافة التبليغ لديه يدفعنا لمعرفة مدى ترسخ هذه الثقافة في مجتمعنا، فكانت وجهتنا إلى مراكز استقبال هذه المكالمات للدرك والأمن الوطنيين. رأنا سجلنا تصاعد في التبليغ، كل ما هو مشبوه نعطيك بعض المواطنين يتصلوا قال ما تعملش في السياره هذه، ما تعملش في موليها، الناس هذو ما مشات لهم، نتاكدوا منهم حنا نبعثوا لها شفتها دليلات ولا ما يعرفوا لي سوار جاو فيها سوار دو باساج. هنا ولا حس مدني جديد، باسكو شافوا باللي النتائج من موسى، شافوا باللي الوطني يخرج يتم القاء القذف كذا، النتائج قدمناها للصحافه، دونك المواطن تعزز هذه الثقه، الرابط هذاك بينه وبين الدرك الوطني، ولا يبلغ حتى حاجه مشكوك فيها. الرقم الأخضر هذا على مستوى أمن ولاية الجزائر هو رقم مهم جدا، لأنه يستقبل يوميا أكثر من ألف مكالمة يوميا، وهذا أمر يعني يدل بأنه راه مستغل من طرف المواطنين، هم يستعملوه. هو رأي الأجهزة الأمنية، فهل المواطن الجزائري يتقاسم هذه النظرة؟ Je l'ai jamais utilisé parce que j'étais pas exposée à ce problème, mais si c'est sûr que c'est nécessaire, c'est sûr. Qu'apparemment il y a des gens qui l'ont utilisé, qu'ils sont en attente. J'espère que la réponse sera tout de suite. هو وسيلة جد فعالة تسمح لمصالح الأمن لمباشرة أو تدخل الفوري إثر حدوث حادث مثل اختطاف، مثل الظاهرة هذه الجديدة على مجتمعنا اللي وهي اختطاف الأطفال. C'est important, bien sûr, c'est le dégât qu'on appelle l'Ohnaïa. Normalement, ils utilisent, normalement, ils font leur possible pour retrouver les enfants. Je l'ai entendu bien, mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais essayé, je ne sais pas. Et même si les procédures sont يبقى للأولياء الدور الرئيسي في حماية أبنائهم من كل خطر يمكن أن يحدق بهم من خلال الرعاية والاهتمام اللازمين.